الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه، قال رحمه الله: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدنو مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في آخر هذا الباب فيها استحباب الدعاء للمسافر بهذه الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقول للمسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها للصحابة أفرادا وجماعات، فإن كانوا أفرادا جعله يدنو منه وقال له هذا الدعاء، كما جاء في رواية أخرى أنه يدنو منه ويطلب منه الدنو ثم يقول له هذا الدعاء. وإن كان جيشا قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. فهذا دعاء المقيم للمسافر، دعاء المقيم للمسافر. وأيضا جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي رواه ابن السني أن المسافر يقول للمقيم، أن المسافر يقول للمقيم ويقول لأهله خاصة: أستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه. وإن كان الحديث في سنده شيء من الضعف لأن بعض أهل العلم حسنه. فإذا المسافر يقول للمقيم: أستودعك الله الذي لا تخيب ودائعه، والمقيم يقول للمسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. وهذا الدعاء في الحقيقة قد يكون من الأدعية التي هجرها الناس إلا ما رحم ربي، فأينا يقول للمسافر مثل هذا الدعاء، وأينا إذا سافر قال للمقيم هذه الأدعية. فهذه أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، على المسلم أن يدعو بها للمقيم وللمسافر. والمناسبة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستودع للدين والأمانة وخواتيم العمل، لأن السفر مظنة الآفات ومظنة الممات. ولذلك في دعاء المسافر ماذا يقول؟ اللهم أني أعوذك من كآبة مضر وسوء منقلب. ذلك لأن السفر يعرض فيه ما يعرض من الآفات والحوادث وغير ذلك. ولذلك كان هذا الدعاء من أعظم ما يدعى به للمسافر، أن يستودع الله دينه وأمانته وخواتيم عمله، بأنه لو مات فإنه يموت على التوحيد والسنة. والله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. فينبغي لنا أن ندعو للمسافر إذا أراد السفر بهذا الدعاء العظيم، لما فيه من الخير الكبير والفضل العميم. كذلك المسافر يستودع أهله كما جاء في الحديث الذي مر علينا قبل قليل. وهنا مسألة: هل لنا أن ندعو بغير هذه الأدعية للمسافر، أو المسافر يدعو للمقيم بغير هذه الأدعية؟ نقول: الأصل أننا يعني نقف على السنة، نقف على ما ورد وندعو بما ورد.
وهذا هو الأكمل والأحسن والأفضل. ولكن لو دعا الإنسان دعاء عاما بأن يقول للمسافر صلى الله أن يوفقك أن يسددك أن يحفظك، هذا ما في بس، لكن أن الإنسان يلتزم بالسنة هذا أحسن وأفضل وأكمل. وذلك لأن المراد في مثل هذه الأدعية وفي مثل هذه المواطن مطلق الدعاء، المراد بها مطلق الدعاء لا عين الدعاء، وإن كان عين الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل وأفضل، ولكن المراد في مثل هذه المواطن مطلق الدعاء أن يدعى للمسافر بأن يحفظه الله عز وجل وأن يختم له بخير إن ختم له في هذا السفر. ويدل على ذلك على ما ذكرناه تعدد الأحاديث والأدعية في مثل هذا المقام، كما ذكر المصنف في آخر هذا الباب حديث أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد سفرا، فقال: زودك الله التقوى، زودك الله التقوى. فقال: زدني، قال: وغفر ذنبك. قال: زدني، قال: ويسرك الخير حيثما كنت. فدل هذا على عموم الدعاء، الإنسان يدعو للمسافر بأي دعاء يدل على المعنى. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل بالتقوى، قال: زودك الله التقوى. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل بالتقوى، وذلك لأن المسافر قد يعني لا يتحرج عن فعل بعض المحرمات والمنكرات لأنه غريب، والغريب قد لا يستحي لأنه لا يعرف. ولذلك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام عندما راودته امرأة العزيز، كان من دواعي وقوعه في الفاحشة أنه غريب، ولكنه صبر وظفر صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك المسلم يدعو بالتقوى خاصة في المواطن التي تتوفر الدواعي للوقوع في المنكر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل بالتقوى، قال: زودك الله التقوى. ثم قال: وزدني، قال: غفر ذنبك. قال: وزدني، قال: ويسرك الخير حيثما كنت. وهذه أدعية جامعة، فالمسلم يدعو بهذه الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو دعا بغيرها بمطلق الدعاء للمسافر فإن هذا لا بأس به إن شاء الله. فهذا ما أراد مصنف رحمه الله تعالى ذكره في هذا الباب العظيم، وهو باب وداع الصاحب ووصية عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. قد تكلمنا عن ما ذكر من الآيات والحديث. صلى الله عز وجل يعيننا وإياكم على كل خير ونجينا من كل شر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.